بنايه هايله، الديكور، الالوان، اللوجو والنسر بتاع النادي الاهلي من المدخل، التيم اللي موجود، الوشوش اللي انا شايفها كلها وهي بتخدم النادي الاهلي من خلال قناتها. شايف الحقيقه في حماس، يمكن هنا مش رياضه ولكن هي قناه رياضيه، دايما احنا بنقول روح الفانيلا الحمراء، شايفين روح الفانيلا الحمراء موجوده من خلال التيم اللي موجود، من خلال الناس كلها القائمين على المحطه، من خلال الناس اللي حتى اشتغلت في كل تفصيله صغيره من مدخل المحطه لغايه الاستوديوهات اللي جوه اللي شكلها يشرف، وشايفين الحقيقه شاشات وشايفين تقنيه كويسه جدا، ونتمنى ان شاء الله نشوف كمان المحتوى اللي احنا متخيلين ومتوقعين وان شاء الله متاكدين ان هو يكون محتوى على نفس الشكل اللي موجود للمحطه. متوقع التناول يكون بشكل مختلف من زوايا مختلفه، نتكلم اكتر في التفاصيل، مش هنتكلم اكيد بس على النادي الاهلي، هنتكلم عن كره اليد بصفه عامه واكيد كره اليد في النادي الاهلي بصفه خاصه، نتكلم عن كيفيه الواحد يلعب كره يد، اللي يمارس كره يد، التفاصيل دي مهمه جدا لان كره اليد بقت لعبه شعبيه الثانيه، شفنا نتائج كلها بتاعه المنتخب، شفنا حتى فرق النادي الاهلي على مراحل السنين اللي فاتت عامله نتائج جيده جدا، فبالتالي بما ان انا كنت لاعب كره يد نتمنى كمان نشوف اهتمام اكبر بلعبه كره اليد والعاب الصالات بصفه عامه.